كمان أكد الرئيس على تضامنه الكامل على تحقيق الأمن والاستقرار، واعتبره أمر في غاية الأهمية للدول الإفريقية. خلونا نروح نستمع إلى هذا الجزء. واسمحوا لي هنا ان انا يعني اخرج قليلا عن سياق الكلمه واؤكد تضامني الكامل مع كل ما ذكره فخامه الرئيس هاكاندي هاتشيليما رئيس الجمهوريه اثناء خطابه، من على ان الاستقرار والامن امر غايه في الاهميه لدولنا الافريقيه وقارتنا. واسمحوا لي اقول لكم ان انا يعني من الجيل اللي شاف كتير من الصراعات سواء على المستوى الوطني داخل مصر او على مستوى الاحداث داخل قارتنا يعني. وعايز اقول لكم ان كل يوم واحد بيضيع على اي دوله من غير ما تعمل من اجل التنميه والبناء والاعمار بيكون له تاثير كبير جدا جدا على مستقبل واقتصاد وحياه شعب هذه الدوله. وعشان كده يمكن هتجدوا ان اسمحوا لي بتواضع شديد ان سياستنا في مصر تعتمد دايما على التهدئه ومحاوله ايجاد صيغه للحوار والتفاوض والتعامل بصبر كبير جدا مع اي مشكله من المشاكل، لان التجربه اللي زي ما قلت لكم كده اللي احنا شفناها في مصر بتقول ان دايما الحلول السلميه والامن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار أفضل كتير من الجانب الآخر اللي هو الصراعات والاقتتال والحروب وإلى غيره. وأنني هنا أؤكد بصفتي رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي أن مصر لن تألو جهدا في تسخير مركز إعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة لتوفير كافة سبل الدعم لدولنا الشقيقة في مسارها نحو تحقيق التنمية. كما أود أن أعلن عن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2024-2026 إيمانا من مصر بمسؤولياتها نحو دعم جهود السلم والأمن في قارتنا. أصحاب الفخامة السيدات والسادة، لقد عهدتكم عند تسليم رئاسة التجمع عام 2021 بالعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم، والآن وبعد انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا فإنني أجدد عهدي لكم باستمرار العمل بالتنسيق مع كافة أشقائنا نحو تنفيذ أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063، لا سيما مع تولي مصر رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي نيباد على مدى العامين القادمين. وفي الختام اسمحوا لي أن أعلن انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا وأنه لمن دواعي سروري أن أقوم بتسليم مسؤولية رئاسة التجمع إلى أخي فخامة الرئيس هاتشيليما رئيس جمهورية زامبيا، وأنني على ثقة تامة بأنه سيبذل كل ما في وسعه للبناء على منجزات الرئاسة المصرية متمنيا لفخامته ولحكومته السداد والتوفيق. كما أود الإعلان عن هيئة المكتب الجديدة لقمة الكوميسا والتي تتشكل من جمهورية زامبيا رئيسا وجمهورية بوروندي كنائب للرئيس وجمهورية مصر العربية كمقرر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.